بسم الله الرحمن الرحيم. من روائع الكلم لصفوة من علماء الأمة المتوفين في شتى بقاع العالم الإسلامي. والعلم عند الإطلاق بين المسلمين هو علم الشريعة، هو العلم بما قال الله ورسوله، هو العلم الذي يعرف به حق الله وحق عباده، هو العلم الذي يوصل من استقام عليه وعمل به إلى دار الكرامة والسعادة، هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم، هو العلم الذي به تعرف أسباب السعادة ليسلكها المؤمن ويأخذ بها والمؤمن كذلك، وتعرف به أسباب الهلاك حتى تجتنب ويحذرها المؤمن والمؤمنة. وقد أثنى الله على العلم وأهله كثيرا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر سبحانه أنه يشهد وهو أصدق شاهد وأعظم شاهد بأنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق سوى سبحانه وتعالى، هو يشهد نفسه بذلك وهو أعظم شاهد وأصدق شاهد، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولا سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أو